السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد على قناة مستر حمد السيوني على اليوتيوب. شرح سلسلة Learn Basic English Grammar. النهارده بناخد في Lesson 3 في الدرس الثالث Two Possessive Adjectives. اثنين من صفات الملكية. My ملكي، Your ملكك. My ويور بيجي بعدهم Noun، بيجي بعدهم اسم، يعني ما ينفعش يجي بعدهم Verb. ما ينفعش يجي بعدهم prepositions حرف جر، ما ينفعش يجي بعدهم اي شيء تاني، لا بيجي بعدهم ايه؟ noun اسم. هتعرف دلوقتي وهنعرف. مثال الاكزامبل: This is my hole. This is my hole. هذه كرتي. hole noun اسم. This is your toy. This is your toy. هذه لعبتك. toy اسم noun. Another example، مثال كمان: This is my doll. This is my doll. هذه دميتي، عروسة لعبة صغيرة بنت بتلعب بيها. This is your teddy bear. This is your teddy bear. هذا هو الدب بتاع لعبتك. يبقى my بعدها اسم، your بعدها اسم، والاثنين possessive adjectives صفات ملكية. يبقى عشان لما تجي لك في سؤال مثلا سؤال rearrange بترتب الجملة اللي قدامك دي. This طبعا يجي بعدها is، my يجي بعدها all، ما ينفعش اقول all my، أو مثلا أقول this my is، لا كده يبقى إيه الجملة فيها خطأ. طيب لو جينا نشوف my و your في صيغة ال question، في صيغة السؤال نعم. Is this، هل هذا؟ Is that، هل ذلك أو تلك؟ For example، أي سؤال أول بإز بينتهي بويستشن مارك بتأجب عليه يس أور نو على طول، حتى لو إنها بصيغة جملية كده. لو مثلا بقول لك Is this your pencil؟ هل هذا قلمك؟ ما ينفعش تقول لي مثلا I go to school، أنا أذهب للمدرسة. لا طبعا مش جاي مع بعضها خالص. أي سؤال هنبدأ بأي فعل مساعد، بأي helping verb أو أي modal verb، أفعال ناقصة عشان تبقى القاعدة واضحة، تمام؟ إجابته yes or no، ونو بيكون معاه طبعا not. Is this your car؟ هل هذه سيارتك؟ السيارة دي ملكك؟ بتاعتك؟ your possessive adjective بعدها car. Yes it is. إجابة مختصرة. Yes it's my car. نعم يا إنها سيارتي. إجابة كاملة. Is that your bike؟ هل تلك دراجتك؟ الدراجة البعيدة دي بتاعتك؟ لو هي مش بتاعتك تقول no it isn't. no it isn't، لا ليست منك. يبقى في lesson 3 في الدرس الثالث بنتعلم فيه سلسلة learn the basic English grammar. my ملكي، your، نلخص الدرس بسرعة كده. my و your صفات ملكية بيجي بعدهم اسم. لو حبينا نعمل عليهم سؤال مثلا ب is this أو is that، الإجابة لازم تكون yes or no، واللي هو معاها not. Is this your car؟ Yes it is. Is that your bike؟ No it isn't. يبقى ده كان نهاية lesson 3 اللي اتعلمنا فيه القاعدة اللي شرحناها دلوقتي. انتظروني في lesson 4 في الدرس الرابع. Thanks for watching. شكرا على المشاهدة. باي باي. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.